من ولاية البليدة غرب العاصمة الجزائر وأول بؤر انتشار فيروس كورونا بدأت عملية التلقيح، بعد أن استفادت البلاد من دخول أول شحنة لقاح سبوتنيك في القادمة من روسيا. ورغم التسابق العالمي والضغط الكبير التي تمارسه الدول على أهم المخابر الدولية، تمكنت الجزائر من الحصول على أول دفعة أمس من اللقاح. أولوية التلقيح ستشمل مبدئياً العاملين بقطاعي الصحة والأمن، مع استفادة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. العملية متواصلة، ولكن نقول من خلال كم المواطنين ما كان له يتقلقوا يسجلوا نفسهم على مستوى العيادة المتعددة الخدمات اللي قريبة منهم واللي راهم أمامنا الآن، يسجلوا أنفسهم وإحنا نتصل بهم غد وبعد غدوة، وعن الوقت الكافي باش نلقحوا جميع المواطنين. تأتي عملية التلقيح في وقت تشهد فيه البلاد استقرارا للوضع الوبائي وانخفاضا بنسبة أكثر من 50% على مستوى الوفيات وحتى الإصابات. على كل حادث الشكاء والحمد لله، يعني ما كان والو، كل شيء طبيعي وعادي. لا باش نحمي روحي ونحمي العائلة تاعي لازم ندير الفاكسين. 50,000 من أصل نصف مليون جرعة ينتظر وصولها من روسيا، في وقت يقول فيه مسؤولو البلاد أن جسرا جويا سينقل هذا الأسبوع شحنات متنوعة من بينها اللقاحان الهندي والصيني. رصدت الجزائر ما يقارب 10 ملايين دولار لشحنة اللقاح الروسي، فيما يتوقع أن تفوق الفاتورة الإجمالية لعملية التلقيح في البلاد 121 مليون دولار. نهاد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.